افتتح بالإسكندرية أول ورشة عمل ومعرض فني يقام على شواطئها بمشاركة أكثر من 100 فنان تشكيلي من مختلف محافظات الجمهورية بعنوان فنون يا إسكندرية. وتفقد محافظ الإسكندرية محمد الشريف لوحات المعرض التشكيلي مشيدا بمستواها الفني، وأوضح أن المحافظة تعمل على إقامة المعارض الفنية المتميزة وتشجع جميع ألوان الفنون التي من شأنها الارتقاء بالذوق العام وإظهار الفن الراقي الذي يبرز مكانة الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط. الجو هنا ممتع جدا جدا جدا، والأجواء كلها مشجعة على الرسم، ومع أغلب الفنانين ما شاء الله لوحهم تحفة جميلة جدا، وأنا اتبسطت جدا معاهم وإن احنا بنرسم كلنا مع بعض. مرة شارك في معرض على شط اسكندرية، الجو حلو ومبسوطة جدا إن أنا شاركت، وإن شاء الله مش آخر مرة.